أنا؟ أنت حضرة الضابط شو عم تحكي؟ أنت شو بدك من نقا؟ لك من لما إجيتي لهون وأنت عم تحكي حكي مو مزبوط؟ قلتي حامل وصرتي تتهمي ساتيا بهذا الشي، لك شو مشكلتك؟ قليلي بقى معي؟ انتي وكل يلي هون شفتوا بعيونكن وعم تقولي عم اتهمه؟ حضرة الضابط تفضل، تقرير الحمل يلي جبته هاد بأكد لك اني حامل بابن ساتيا يلي ما عم يعترف فيه، وأكيد وصلك الدليل يلي بعتلك إياه يلي بيثبت بكل وضوح إنه هو يلي استغل إني ما كنت بكامل قواي العقلية وإنه هو تعرض لي وبسببه أنا حامل هلأ. حضرة الضابط، هذا الحكي مو صحيح. حضرة الضابط، هاي المرة ما بتستحي وما عندها مبادئ، وحدة كذابة ومحتالة. أكتر من مرة حاولت إنها تعمل لنا مشاكل وأذتنا كتير، حاولت إنها تقتل مرتي، حاولت تقتلني إلي وجدي المريض والحادثة اللي كانت وراه. هي اللي خلت ماهي تفوت بغيبوبة وما بعرف شو عملت لجابت هالتقرير هاد. بس أنا لساتني مصر، أنا ما دخلني بهالشي، بس أنا ما عندي لسه دليل. صحيح، أنا عندي دليل اليوم. ليك، الفيديو يلي على تليفونها رح يثبت إنه حكيها كله كذبة بكذب، ليك. وين الفيديو؟ بلا هالحركات رح تقلي انمسح. حضرة الضابط، بدك تفرجيني فيديو ما أنا موجود من الأساس؟ أستاذ كاران، في عنده دليل بيقول غير هيك، وهلأ أنا ما عندي خيار تاني غير أعتقلك. حضرة الضابط، كيف تعتقلني؟ أنا عم بترجاك افهم علي جوف. بس حاضر حاضر. حضرة الضابط بترجاك مو صحيح هالحكي، هي بنت محتالة، هي ألفت كل هالقصة واتهمته لتنتقم منه، لك زوجي مستحيل يعمل هيك شي، بترجاك اتركه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.